أعزائي المشاهدين، حياكم الله معانا وحلقة جديدة إن شاء الله، وإن شاء الله تكون مميزة وتحوز على إعجابكم من برنامجكم من مكتبتي. وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل، وبعض المحتويات من المجلات نادرة وبعض المقتنيات النادرة التي نحاول احنا نخطي فيها في برنامجنا اليوم. مساك الله بالخير أخوي غازي. مساك الله بالنور أخوي فهد. حقيقة يعني فعلا يعني هذا البرنامج يعني لولا المعلومات ما شاء الله الغزيرة والقيمة اللي تملكها فعلا يعني هي ملح البرنامج. يعني بسألك سؤال دائما ما شاء الله، يعني بسألك سؤال أبو غازي، تفضل. تذكر بطولة الخليج التاسعة؟ والله هذه نكسة أبو فهد، يعني الحقيقة احنا بعض المرات خلال هذا البرنامج طبعا راح نعرض أهم الإنجازات اللي حققها. تدري شو يقولون النقاد في ذيك الفترة؟ نعم. النقاد كانوا يقولون أن بعد مشاركة المنتخب العراقي كانت الأزواج الأعداد الزوجية لنا في كرة الخليج، والأعداد الفردية للمنتخب العراقي، تكلم احنا أول مشاركة المنتخب، أول مشاركة المنتخب العراقي كان في الرابع عدد زوجي لنا. خمسة خذوها، سابعة لهم، الثامنة، السادسة لنا، سابعة لهم، اي أول شيء السادسة لنا، والسابعة للمنتخب العراقي، الثامنة لنا، والتاسعة للمنتخب العراقي، والعاشرة لنا. فأصبحت الأرقام الزوجية، هذا النقاد في تلك الفترة، نعم، كان يعني يربطون، نعم، شغلات وأحداث. نعم، يعني إحنا من خلال هذا البرنامج أخوي فهد طبعاً إحنا نبي نركز حتى على البطولات اللي لم يحالف منتخب الكويت الحظ فيها، مثل هذه البطولة اللي هي يعني بطولة التاسعة، هذه المجلة في 26 مارس عام 1988، وحمل العراق كأس نصف المليون. ليش نصف المليون فهد؟ أعتقد قيمة الكأس، عقبة الكأس، إيه هذا قيمة الكأس جديد، الكأس امتلكه منتخب الكويت بعد دورة الخليج اللي قيمت في البحرين الدورة الثامنة، امتلك الكأس للمرة الثانية على التوالي. هذه من أجمل البطولات يمكن بالنسبة لنا ككويتيين فنيا، ما كانت من أجمل البطولات، وكانت نكسة لنا بإحرازنا مركز أعتقد الخامس طلعنا فيها، لكن هذه من أجمل البطولات لظهور بعض النجوم. تكلم عن زهير بخيت من منتخب الإمارات، برز في البطولة هذه، تكلم عن لعبة منتخب العراق، تكلم عن جعفر حبيب جعفر لاعب منتخب العراق حاز على لقب أفضل لاعب في البطولة، تكلم عن درة الملاعب الأسيوية التي أنشئت لهذه البطولة، يعني تكلم عن استاد الملك فهد في تلك الفترة كان تحفة معمارية من أجمل التحف في أو من أجمل الملاعب على مستوى العالم اللي هو استاد الملك فهد. يعني في بعض اللاعبين ما راح أذكر أساميهم يقولوا إحنا نمشي من الملعب بس نطالع الملعب ونطالع المدرجات، الملعب غريب يعني بالنسبة لنا في تلك الفترة. نعم طبعا خاطرة وصورة، صورة جميلة راح أعرضها الآن، العنوان حسابات عمو بابا. طبعا الكأس الخليجية بين الأيدي العراقية حقيقة ختمتها الدورة التاسعة لكأس خليج العربي في آخر مراحل منافساتها لتؤكد أن الاستقرار والتكامل النفسي والفني أهم عوامل النجاح طبعا، وإشادة في عمو بابا طبعا اللي هو مدرب منتخب العراق في هذا، طبعا هذا عدنان درجال وبعض اللاعبين أسطورة التدريب وأيقونة الكرة العراقية اللي هو الكابتن عمو بابا، الكل يعرفه يعني من أفضل المدربين على مستوى آسيا، أدخل أسلوب جديد للمنتخب العراقي، وكان يعرف نفسيات اللعيبة المنتخب العراقي، وقت المنتخب العراقي كان مسيطر على البطولات وكان ممثلنا في كأس العالم سنة 86. نعم. هذه طبعا صورة جميلة هذا الملعب استاد الملك فهد، استاد الملك فهد تفضل تكلمت عنه أخوي أبو فهد، مع طبعا بعض الصور من البطولة وصور بعض المنتخبات المشاركة. طبعا احنا نشوف المنتخب العراق، منتخب الإمارات، منتخب العراق البطل، الإمارات الثاني، السعودية الثالث. نطلع فاصل أبو غازي وبعدين نرجع نتابع الموجود عندنا في المجلة. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع لكم، لا حد يروح، نتابع مجلة أبو غازي وما تحتوي من بطولة دورة الخليج التاسعة. فاصل وراجع لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت حلقتنا اللي تركناها قبل الفاصل مع دورة الخليج التاسعة التي قيمت في الرياض سنة 1988. نعم طبعا ختام بسيط برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الله يرحمه وأمير الرياض
الأمير سلمان أمير سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، توج يعني الأمير سلمان عفوا أمير منطقة الرياض اللي هو حاليا الملك سلمان الله يطول بعمره، توج طبعا منتخب العراق بالبطولة، من قلب الموازين في آخر أيام الدورة ومن خلط الأوراق. المنتخب السعودي تراجع في المواجهات الأخيرة. طبعا بعض النتائج المهمة، يعني خلينا نتكلم على الأقل عن نتائج منتخب الكويت بالبداية أخوي أبو فهد. منتخب الكويت طبعا تعادل في أول مباراة مع المنتخب قطر 1-1، بعدها لعب منتخب الكويت مع منتخب الإمارات خسر 1-0، وبعدها لعب منتخب الكويت مع منتخب العراق وخسر 1-0، وخسر منتخب البحرين 1-0. يعني نتائج كارثية الحقيقة لمنتخب الكويت في تلك البطولة 1-0، وفاز على منتخب عمان 2. هني كان مدربنا أرمسترونج، نعم، مدرب نادي السامية، وكان مدرب نادي العربي اللي راح السامية، بعدين دربنا في البطولة هذه، وكان المستوى يعني الفني يعني ما كان يرضي الطموح في تلك الفترة. نعم. أيضا حتى المنتخب السعودي كان يدرب مدرب عمر أبو راس، يعني كان من من يعني من النكسات اللي مرت فيها الكرة السعودية. تصور بطولة مقامة على استاد الملك فهد بحضور جماهيري وفي الرياض، منتخب السعودي منتخب السعودي تعادل مع الكويت 0-0، وتعادل مع قطر 0-0، وتعادل مع الإمارات 2-2، وفوز على عمان بنتيجة 2-0، وفوز على منتخب البحرين بهدف وحيد، وخسارة أمام منتخب العراقي. طبعا فزنا احنا على طبعا منتخب، وصلنا عمان بنتيجة 2-0، وتعادلنا مع المنتخب السعودي السعودية مباراتنا الأخيرة طبعا 0-0. منتخب العراق الحقيقة كانت نتائجه يعني في هذه البطولة فعلا يعني نتائج يعني تعادل وحيد، مع أنه بدأ شوف بدأ أول مباراة مع منتخب عمان 1-1 1-1 منتخب عمان طبعا يعني صحيح. يعني لو تشوف نتائج فرق ثانية كلها هذا تعلم لا بس تعادل مع منتخب عمان والإمارات اي بس بالبداية أول مباراة تعادل مع منتخب عمان، فبدأ بداية وغير جيدة منتخب العراق، تعادل 1-1. بعدها طبعا أخوي أبو فهد يعني فاز العراق في جميع مبارياته تقريبا، فاز على الكويت 1-0، كذلك يعني تعادل مثل ما تفضلت مع الإمارات 0-0. حقيقة الإمارات ترى فعلا كان منافس شرس، أفضل من أفضل مشاركات المنتخب الإماراتي في تاريخ دورات الخليج البطولة هذه. نعم. البطولة هذه شهدت ولادة نجم لازالت المنتخب الإماراتي تغنى فيه، يعني فوز فوز العراق على السعودية 2-0 أول اللي حول البطولة. نعم يعني طبعا حقيقة أيضا 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 لعبة الإمارات لعبة العراق الأخيرة ومع البحرين فوزه بهدف أحرزه الكابتن ليث حسين وحبيب جعفر، سببوا صداع للمنتخبات الخليجية. هذا كل جيل ذهبي في تلك الفترة. أي يعني كان قدامه أحمد راضي. 86 تأهلوا كأس يعني العالم. كأس العالم. أيضا كانت من أفضل المنتخبات وقتها منتخب العراقي. أحمد راضي يعني أحمد راضي لاعب الحقيقة. لاعب وهداف البطولة هو. أي نعم. وصلنا الحين تجوري إيش عندك؟ والله أبو فهد الحقيقة عندي هذه الصورة الجميلة. يعني لثلاث لاعبين او ثلاث خلينا نقول نجوم كبار لنادي القادسيه، نجوم كبار فعلا بما تحمل الكلمه من معنى، جاسم يعقوب والمرحوم عبد الله عيسى وسعود ابو حمد. تدري متى الصوره هذه؟ هذه اذا ما خاب ظني ابو فهد يمكن 76 او 77. هذه الصوره سنه 74 بعد دوره الخليج اللي قيمت بالكويت. نعم. صار مباراه كاس الامير بين العربي والقادسيه، الصورة هذه كانت مباراة العرب القادسية اللي فاز فيها نادي القادسية بهدف أحرزه الكابتن جاسم يعقوب. نعم. في المباراة بالوقت الإضافي في المباراة، وفاز فيها نادي القادسية وتأهل لمباراة النهائية. هذه الصورة تحمل وقتها فيها جاسم يعقوب وسعود أبو حمد رحمة الله عليه، الكابتن عبد الله عيسى. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد العبد الجليل، اللي أنا ألقاكم إن شاء الله في حلقة ثانية وحلقة جديدة وإن شاء الله تكون مميزة. تقبلوا تحيات أخوكم راشد الحيان وفمان الله.